أظن أنني بلغت في إطعام باركي 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 بلاب حتى أصبح ضخماً، ويجب إطلاقه في المحيط. لن أستطيع رؤيته ثانية. يا مسكين. مكتوب هنا: في حال المبالغة في إطعام كلبك السمكة فقد دربه ومؤكد سوف يعود لحجمه الطبيعي. هذا يعني أنني سأحتفظ به؟ أجل يا بيكينغ، لكن ستحتاج لعمل مرهق وللكثير من التدريبات. أسمعت يا باركي 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 بلاب؟ سوف نبقى سوياً. أولاً لنحرق بعض السعرات يا رفيقي. هيا. أحرق السعرات. هيا يا باركي باركي بارك. هيا هيا. رائع، لقد نجحنا. أنا أشكركما بجدة لتدريبكما كلب السمكة. إنه واجبنا. أجل، وها قد عاد باركي لحجمه الأصلي الصحي الطبيعي.